شوفوني. انت الوليد انا اللي خبات لك الصل ديال الحلوه والله راه لقيتو خط تقلب الشهر كله. شي كبير او تريش عروس على عزيزي زيد عما ريحة يا مشيلي عما ريحة فرق ما هادي باينين هاد المولينا ديال السيدية بوب دابا نمشي عشرة كوميس ليها الزينة ثمانية غاهنا وغاهنا وعليكم الصحة والراحة اش تشربوا؟ فان فان درهم ديال الفريت وعليكم الصحة والراحة اش تشربوا؟ فان فان درهم ديال الفريت الحاج باقي زهواني جيب الحليب وجيب كيكه وحاطها على الطراب تيقول لي هاكا شي تخربيق دابا شي تخربيق لا حول ولا قوه الا بالله. النهار اللي جات ما خملت الدار ما صبنات ما والو مريم تصبن مريم تخرج الفراش وتخمل وكل شيء ما محوجينها حتى البلاصه وزيدك ربي يخليك الحبيبه تنتي هنا خاطر عليا مراتي خسراني تنوض هنا تنطيب الماكله نعجن بلا في الكاميرا وكنجي نوريكم الكاميرا راكم تشوفوني نصبن مريم تنفض مريم هي ما محوجينها حتى البلاصه وها هي تقول غير كلمة ما تجي معايا ما تجي مع الحق راحت للدار ديالها بوحديتها ما ظنوش تحكم معناها ما قالوها ما ظنوش تنفضر كانيها ما ظنوش طيب الراجل شكون اللي طيب للراجل كاع ما كانش ما قالش مع والديا كاع يقول كاع انا داري بوحدي ما طيبش ما طيبش ما عنديش بجوع وهنا خوتي راه منها اللي جات هذه راه شهرين باش راحت يا عمرها ما هزت الفرج ولا خملت ولا صيقت خاطر مريم هي تقول لنا مريم والصابون عمرها ما صبنت حوايجها صبنهم لمريم وتنشرهم والطياب نطيبو حنايا ولكن من ما كانتش قبل ما ما فهمت والو دابا من هذا الفيديو شكون هي مريم واش هادي ولا هادي العروسه ولا علاش كتهضري فهمت والو انا كنت عاجبها اغنيه ديال 30 عام
والله ما فهمت شي حاجه من هذا الفيديو. هذا ما عرفت شنو كيديروا هذا، واش هاد الغرامات ليه ولا بيذبحوها ولا مدوكو الشعويدين ولا ما فهمت شنو. ما فهمت الدراجه الهوائيه مصوبه من الماده ديال النواي، استغرقت لي الوقت تقريبا عام واربع شهور ديال العمل، ما فيهاش كاع الحديد، كلها مصوبه من الماده ديال النواي. القرقع، النوع ديال القرقع، العود ديال القرقع. واش ماش يقول لك بحال هاد البياسه هادي، ما باغيش اصلا، انا ما بغيش نبيعها يعني. وكنت عرفتها وعرفتها عرفتها، عطوني 12 مليون وعطوني 14 وما كنبغيش نبيعها. يعني واخا كيخوى لي المحل من البياس، كتبقى لي هي يعني كتكون لي انا فيها، يعني كيبان لك المعلم فيها، واخا ما يكون عنده حتى بياسه، غير تدخل تلقاها غادي يبان لك المعلم شكون هو. صافي ديالي هذا صباط بياسه، انت كما كتشوفها انت هو تا هو ديال النواي، تا هو ديال الخشب، انت كتشوف المراه تقريبا صوبته على صباطي، شفت صباطي وخدمته 41. شوف السلسله كتحرك فهمتي، السلسله مصوبه بياسه بياسه، يعني كتحرك بحالها بحال الدوريجي باش غاتعيها الزونجمون وتحركها. سؤال الأذكياء، شكون اللي مات الاخر؟ انا خصني نركز مزيان ونشوف شكون اللي مات الاخر. يقدر يكون هذا المول الخضر هو اللي مات لهذا، واللي يقدر هذا وقيل يقبع المول الاحمر هو اللي مات لهذا، وهذا داير يدي باش يشدها. يقدر وقيل المول الاحمر، المول الاحمر وقيل هو اللي مات لهذا السيد هذا. واللي عارف فيكم يكتب لي في الكومنتير. الناس كيصلي في الجامع وكيصلي بوحدو، انا ما فهمت والو. شي هذا مخاص مع الامام ديال الجامع ولا بسم الله؟ لا غتولي بسم الله هاك ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة هذي 20 ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة هذي 40 ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ستين ما فاتت 3000 درهم. والله يسامحك والله هذا قلب سميح، الله يجعل قلب سميح. عافيه نعيمه ما رضيوات برشيوات عافيه نعيمه الله يرضي عليك. راه من حيت هاد المراه هادي راه بحالها لا يرتلوها، انا بعدا كنحسن لها العون ونعيم الله يرزقها حتى هي الصحه ويرزقها الصبر والله يعطيها شي صحيحه باش تكون مع دوك راه ماشي واحد ولا جوج، راه اسره الكل. مشات عند امها عطاتها الفلوس باش تسامح مع على ود بنتها باش تخرجها من الحبس ولا شنو. انا الخوت نكون وصلنا لاخر الفيديو، تهلاو في راسكم تهلاو في والديكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.